حصولي خلده ابن الإنسان اذهب وكلمهم بما كلمتك به من سفر حزقيال. في ليلة عيد القديس عبد الحبر والشهيد شفيع هذه الرعية والذي كرس حياته لعبادة الله وللدفاع عن الإيمان الحق، تزداد فرحتنا هذه السنة بأن نستقبل بيننا ابن هذه الرعية قدس الأب العام مارون مبارك، الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة. فوجودكم بيننا يا قدس الأب العام يزيد علينا بهجة العيد ويزرع في قلوبنا السلام والفرح، ليس فقط لأنكم انتخبتم أباً عاماً لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، بل وأيضاً لأننا على يقين بأن ما تربيتم عليه في بيتكم الوالدي وتنشأتم عليه في هذه الرعية المباركة وفي هذه الأرض الطيبة بأعيت كنعان من فضائل إنسانية ومسيحية ستنقلونها وتعيشونها في هذه الخدمة المقدسة التي أوكلت إليكم. فأهلاً وسهلاً بقدسكم في بيتكم ورعيتكم وبلدتكم وبين أهلكم ومحبيكم، وليبارك الرب الإله خدمتكم بشفاعة شفيعنا مار عبدة. قدس الأب العام مارون مبارك ابن بطرس مبارك وجورجيت فاضل ولد في بقعيت كنعان بتاريخ 11 من شهر شباط سنة 1964 من عائلة تتألف من شقيق وخمس شقيقات. أتم دروسه الثانوية في معهد الرسل جوني سيما شدياقا وشماسا عام 1988، سيما كاهناً في العاشر من شهر تموز سنة 1988 في معهد الرسل في جوني، حائز على العديد من الشهادات في اللاهوت والليتورجية وعلم التربية وتنشئة الدعوات. أسندت إليه العديد من المهام في الجمعية وخارجها، وانتخبه آباء جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة رئيساً عاماً للجمعية بتاريخ 27 من شهر تموز سنة 2019. فلنرافقه بالصلاة لتكون هذه الخدمة لخلاص النفوس ولبنيان الكنيسة المقدسة ولنشر كلمة الله بقوة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب القدوس واهب الشجاعة والظفر للشهداء، فداس الألم والموت كالأبطال غير هيابين، أهلنا أن نكرم أمامك في هذا العيد ذكرى مار عبدة الحبر المختار، لأنه كريم في عينيك موت أبرارك وغال تذكارهم على قلبك القدوس. فنرفع معه المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس لنا وكل آن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله.
لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الله الآب الذي دمر عبده واختاره حبرا لشعبه، إلى الإبن الذي أقام رايا صالحا على مثاله يبذل نفسه لأجل خرافه، إلى الروح القدس الذي كلله بالمجد وعظم تذكاره أرضا وسماء، برخمو ربون ريشكهني الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد المبارك وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها المسيح إلهنا، كلمة الآب الأزلي، يا من زينت بيعتك المقدسة بالحبر الشهيد مار عبده الذي نحيي اليوم تذكاره أمامك بالأناشيد الروحية هاتفينا له، طوبى لك يا أبانا مار عبده لأنك عملت مجاهدا في كرم الرب من الصباح إلى المساء، طوبى لك لأنك بددت ضلال الوثنية في بلاد فارس وأرجعت جموعا غفيرة إلى حظيرة الحياة، طوبى لك لأنك دفعت عن الإيمان المستقيم واستأصلت الشوك والزوان من أبناء بيعتك المقدسة وزرعت فيها بذار الإيمان الصحيح، طوبى لك لأنك أبرأت المرضى وكنت الأب الحنون والراعي الصالح لجميع المؤمنين، والآن نسألك أيها المسيح إلهنا بشفاعة مار عبده على عطر هذا البخور، أسكب سلامك وأمانك على بيعتك المقدسة واجمع إلى حظيرتها المشتتين من أبنائها وزينها براعاة صالحين وكهنة غيورين وشمامسة مخلصين ورهبان وراهبات يرضون مشيئتك، قدس أبانا وأمهاتنا، أعضد شيوخنا، نقي شبابنا وشباتنا، ونشئ أطفالنا، نحن جميعا من لدنك الغفران، ومن على أمواتنا بالسعادة الأبدية، برخمو ربون شكوني فنمجدك ونشكرك ونسجد لك أيها المسيح إلهنا ولأبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. Oh,
محبتك للبشر يا ربنا يسوع المسيح، تقبل عطر هذا البخور الذي قربناه لك في تذكار مر عبده، واستجب بشفاعته من كنزك الغني سؤالاتنا الحسنة، وهلنا أن نمجدك نظيره ومعه برخ موريش كهنة، ونشكرك وأباك وروحك القدوس من الآن وإلى الأبد. قديشات ألوه قديشات حيلتون قديشات قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين. كالأشجار النبي شهداء قدموا درب الأجيال للمسيح الغفور، نحن ننشد تقديس، يهدينا درب النور فيك مرعى رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس، وبارك يا سيد. المجد للسيد بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها وزوارها إلى الأبد. يا إخوتي، تشددوا بالرب وبقدرة قوته، البسوا سلاح الله لتستطيعوا مقاومة مكايد إبليس، لأن مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرئاسات والسلاطين وولاة هذا العالم، عالم الظلام، ومع لذلك اتخذوا سلاح الله الكامل لتستطيعوا المقاومة في اليوم الشرير، حتى إذا تم كل
شيء تثبتون. فاثبتوا إذن وشدوا أوصالكم بالحق والبسوا درع البر وأنعلوا أقدامكم باستعداد لإعلان إنجيل السلام. احملوا في كل حين ترس الإيمان، به يمكنكم أن تخمدوا جميع سهام الشرير ملتهبا. ضعوا خوذة الخلاص وتقلدوا سيف الروح الذي هو كلام. صلوا كل وقت في الروح بكل صلاة وطلبة، وكونوا هكذا ساهرين مواظبين كل المواظبين. وضارعين من أجل جميع القديسين. والتسبيح لله دائما السلام لجميعكم. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغيل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال متى الرسول. أجاب بطرس وقال ليسوع: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، أنتم الذين تبعتموني، متى جلس ابن الإنسان على عرش مجده في زمن التجديد تجلسون أنتم على 12 عرشاً لتدينوا أسباط إسرائيل 12. وكل من ترك من أجل اسمي بيوتاً أو إخوة أو أخوات أو أباً أو أماً أو أولاداً أو حقولاً يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية،
وكثيرون أولون يصيرون آخرين، وآخرون يصيرون أولين. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح. حضرة الخوري روني كاهن الرعية المحترم، آباء الأفاضل، رئيس البلدية والأعضاء، مختار بقعة كنعان، إخوتي أخواتي الأعزاء، أهل ضيعة الأحباء، بهالمساء عم نحتفل مثل ما قالنا أبونا روني بمناسبتين بيعبروا كتير بحياتنا. المناسبة الأولى عيد مر عبدة شفيع ضيعتنا ورعيتنا يلي كلنا اليوم جايين نحتفل بالصلاة ونتشبه بالفضائل يلي عايشها. والمناسبة الثانية هو نشكر ربنا أنا وياكم لأنه اختارني ودعاني إلى الخدمة في الأمام. الرئاسة العامة هي منا منصب، هي دعوة إلى الخدمة، مثل ما بيقول الإنجيل الكبير فيكم فليكن لكم خادم. جايين مع بعض نشكر ربنا على هالدعوة ونطلب نعمة. هالإنجيل اللي قريناه مع بعض هو جزء من ثلاثة. الجزء الأول بيحكي عن الشاب الغني يلي إجا لعند يسوع قال له ماذا علي أن أعمل لأرث الملكوت؟ قال له يسوع الضروري حتى تطلع للملكوت إنك تعيش الوصايا، وبدك أكثر لازم تتخلى. إذن ضروري من أجل الملكوت. من بعد ما راح الشاب حزين لأنه قلبه تعلق بمال الأرض، قال يسوع صعب على الإنسان اللي قلبه بيتعلق بخيرات الأرض يدخل ملكوت السماء، بعده هين على الجمل يدخل بخرم الإبرة من هالشخص يدخل للملكوت. ويسوع عطينا شو هي العوائق، شو هو المستحيل الإنسان أنه يقدر يدخل للملكوت. ضروري تعيش الوصايا، ولكن مستحيل تتعلق بالأرض. مع بعد ما قرينا هالنص الأخير بيحكينا عن ثالث شغلة، ممكن إنك تطلع إلى الملكوت وتدخل للملكوت وقت اللي بتعرف تترك كل شيء تتجرد أنت وعم بتعيش الصعوبة على هالأرض، لأنه الإنسان بيتجرد لمن قلبه بيعلق بالأكتر. لما قلبنا بيكون معلق بالسماء بتصير هين كتير علينا نتخلى عن أمور الأرض، وهيك ممكن تدخل إلى ملكوت السماء. إذن ليلة يسوع بعيد مر عبدة عم بيرسم لنا الخطوط الثلاثة يلي بدنا ننتبه لها تنعرف نمشي مسيرتنا على الأرض تنقدر نوصل إلى السماء. الضروري إنك تبلش تعيش الوصايا، المستحيل إنك تتعلق بالدنيا، الممكن إنك تتعب وتجتهد حتى تتخلى، لأنه قلبك اللي معلق بربنا هو اللي بيخليك توصل للسماء. هذا القديس عبد اليوم يلي نحن عم نعيد له تميز بهالمسيرة بحياته، عيش الضروري، تخلى عن المستحيل، وتعلق أكثر وعيش بالممكن والاجتهاد. وتميزت حياة القديس عبد بكثير من الفضائل. الليلة رح أتأمل أنا وياكم بفضيلتين أو بميزتين عيشهم بحياته. أولاً هو الأسقف، وثانياً هو الشهيد. الأسقف يدعوه الرب حتى يقود الجماعة، يجمعها، يصلي لها، يقدسها، يعلمها. فمر عبد عيش خدمة الجماعة بكل أمانة واستحق فعلاً هل كنت أميناً على القليل أجعلك أميناً على الكثير، ودخل الملكوت، واليوم نحن عم نتشبه بفضائله ونصلي بشفاعته. أما الشهيد فهو بعد أكثر، ربنا اختاره تيقدم حياته، مش بس يعمل خدمة، تيقدم حياته. والشهيد هو اللي بيقبل يتخلى عن حياته ما بيتخلى عن ربنا. من هيك دافع عن الإيمان، من هيك اجتهد بحياته يكون أمين لربنا،
يدافع عن الإيمان، تخلى عن حياته وما تخلى عن إيمانه بربنا، فتكلل بالشهادة بهالاجتهاد بعطاء الذات الكلي. فالشهيد هو الإنسان فينا نسميه اللي بيغرق بربنا وما بيعود يطلع من ربنا. بتخبر القديسة تيريزي الأفيلية عن الاختبار الروحي العميق، بتشبهه بالفراشة، فراشة اللي بتروح لعند تريا، كانت تريا معمولة من شمع، تقرب عن النور وترجع، تروح وترجع، كل ما قربت كانت تحترق، رجعت مشوار محروق نتفة من جوانحها، وآخر مشوار راحته وما رجعت لأنه غرقت بنور الرب وبقيت هوني. القديس هو اللي بيغرق بربنا وبيتخلى عن كل شيء وما بيتخلى عن ربنا، وهي دعوتنا كلنا سوا. وقت اللي نتناول جسد الرب بالقديس، ربنا عم يغرق فينا ويدخل لقلبنا حتى نحن نحمله ونغرق فيه بقلبه بكل حياتنا. ناخده بالقربان ومنحمله بشغلنا، ناخده بالقربان منحمله بعائلتنا، ناخده بالقربان منحمله بعلاقاتنا، بكلماتنا، بتصرفاتنا. الإنسان اللي بيغرق الله فيه وبيغرق بربنا، هيدا بيكون عم بيعيش طريق القداسة. واليوم مرعبدا عم بيقلنا كونوا أمنا حتى التضحية، تتكونوا فعلا قريبين من الله، تستحقوا ملكوت السماء. هذا قديسنا لليوم نحن عم نعيده ونتأمل بفضائله حتى نحن نتشبه فيه. أما مناسبتنا الثانية يلي هي عم نحتفل بهالصلاة والليل، اسمحوا لي أقدم هالقداس على نيتكم جميعا، على نية كل الحاضرين، كل أهل الضيعة الحاضرين والغيبين، القراب والبعيد، ويلي سبقونا للدنيا الثانية، نذكرهم بهالصلاة. اليوم قدامكم بدي أقدم ثلاث أفعال قدام ربنا. أول فعل هو فعل الشكر، اشكر ربنا على كل شيء بيسكبه بحياة كل واحد منا، وعلى الدعوة الجديدة اللي دعاني لها تكون خادم له في الواجهة. فبطلب صلاتكم حتى أقدر أدي هالخدمة بكل أمانة على مثال مرعبدا. الفعل الثاني هو فعل الاستعداد، أنا كلني استعداد حتى أكون فعلا مثل ما قال الإنجيل، مع الصعوبات بدك تتخلى ولكن قلبك وين معلى. أنا مستعد ولكن بستند على صلاتكم وعلى نعمة ربنا اقدر بالخدمة اللي ربنا دعاني لها أني مع كل الصعوبات ضل اشتهد واشتغل وأعطي من أجل مجد اسم الله ومن أجل خير النفوس. هيدي هي دعوة الإنسان لربنا بكرسه للخدمة وللعطاء. واليوم دعاني على الأعلى، بدك أكتر شيء تعطي بحياتك، أكتر شيء تخدم بحياتك تيتمجد اسم الرب وتخدم الإنسان بكل معنى الكلمة. والفعل الثالث هو فعل الانطلاق، أنسى ما ورائي مثل ما بيقول مربولوس وأتمطى إلى الأمام. أتمطى دائما عم بنظر للأحسن، للأسمى، للأقدس، ساعتها التضحيات بترخص. فنحن اليوم أنا وياكم بدنا نصلي سوا على شكر الرب، على الاستعداد والانطلاقة، حتى يقدر يكون عند حسن ظن ربنا لأنه اختارني إلى هالخدمة، وهالخدمة ما بتنجح إلا بصلاتكم وبتعبي وعطائي، ساعتها ثمارة بتكون لخير كل النفوس لمجد ربنا. من 31 سنة وقت القداس الأول كنت كاهن جديد، قلت هالكلمتين: أنا بفتخر بضيعتي لأنه ترابيطة بيحضنوا أعز ناس لإلي. واليوم بعد 31 سنة بهالقداس الشكر عم بفتخر أكتر بضيعتي، لأنه عم ترابيطة عم بيحتضنوا أكتر وأكتر الأعزاء على قلبي. واليوم أنتوا الحاضرين بفرحكم، بحماسكم، بهالاستقبال الحلو اللي رافقتوني فيه وبصلاتكم اللي عم ترفقوني فيها، ما هي إلا خير دليل حتى نعيش فعلا فرح العيد، فرح نداء الرب وفرح الخدمة والعطاء. فمنشكر ربنا على كل واحد منكم. أنا شخصيا بتقدم بالشكر من كاهن الرعية، من رئيس البلدية والمختار، ومن كل شخص من قريب ومن بعيد كان عم يرفقني بهالقداس وقبله وبعده، حتى تقدر تكون خدمتي فعلا ترفع اسم بقعتها وتمجد اسم الله، وكل واحد منكم يقطف من ثمارة النعم يلي ربنا بيوزع لنا إياها، حتى حياتنا تكون حياة فعلا ترضي رب. بختم
بخبره بالقصص الحكم في أحد شيوخ قبائل الشيروكي بأمريكا، هودي الهنود، كان عم بيمشي هو وحفيده ولد صغير وحب يعطيه درس بالحياة. قال له الختيار للولد، قال له بقلبي وبقلبك وبقلب كل إنسان في ذئبين، ذئب شرس وذئب صالح. الذئب الصالح هو الحب، التواضع، العطاء، الخدمة، السلام، اللقاء، مد اليد. والذئب الشرس هو الأنانية والكراهية والحسد والغضب والاستغلال. هذا موجود فيي وفيك. طلع في الصبي وقال له من هو اللي بيربح بيناتهم؟ بيجاوبه بيقول له يلي بتغذيه أكثر. إخوتي، نحن ربنا وقت اللي بيدعينا للخدمة وبتكون الخدمة بالواجهة، ممكن جدا الذئب الشرس بده يكبر، ولكن بصلاتنا وانتباهنا وعمل الله بكل واحد فينا بيجعلنا ننتبه تنغذي فينا الذئب الصالح اللي هو الحب والخدمة والعطاء والإيد الممدودة، حتى نكون دايماً عم نعيش بحسب رضا الرب وحسب قلب الرب. أمين. نؤمن بإله واحد. آمين. طارق الكل، خالق السماء والأرض، كل خالق وخالق، وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء، وصار إنسانا، وصلب عنا على عهد بيلاطس الرومي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين الله الآب، على أن يكون اسما عظيما، يدين أحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. إيت الوط مد بحيه دلوه والوط دلوه دم حاد الطليوط ونبصوغ الطيبوطوخ يعول البيتوخ وسهود بهايك لوط كوز شو دحنتوخ مريو دبارد وبزادي كوطوخ ليفايد صلاة عليك ألون قبل قربونو نترحم عليك بصوتو الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك هؤلاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية
وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. بذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الله مريم ومار مارون ومار عبدة ومار زخي ومار إجيديوس وجميع القديسين. أذكر اللهم أبانا وإخواتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة على نيتنا جميعا نحن الحاضرين ونية أبناء ضيعتنا الحاضرين والغائبين، ونخص منهم المرضى وجميع موتانا. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. ينسى عطرك في حنايا أرضعي وشدى حنانك في الخليقة يورب حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى لي في رضاك يرهب يا قوتي وحديقتي وسعادتي يا مريم بابي على الإثم بفضلك مغلق يا مريم قبطاني أنت في الخضم الهائش يا مريم والنجمة والقبلة والزورق يا مريم إن أدخلت نفسي جراح الحيرة دي يا مريم يمناك تمسكني فلست أغرق. نافور مار بطرس هامة الرسل صفحة 751. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب له السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوع عليك، السلام معكم يا أخوتي كهنة الرب ويا خدام الروح القدوس. ليعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله. باسم الحب الساكن في قلبك أخي أباركك. باسم الحب الساكن في قلبك أختي أباركك. أسجد أمامك وأنحني يا مسكين الثالوث الأقدس. سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا. أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين برخمور رش كهني، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب أضب وجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا برخمور رش كهني، فنرفع المجد والشكر إليك ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. مع
محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيحات فينا وقائلين: إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصك. وبيوم هودك دمحة شودي لمعبد حي نساب اللحم بيداو قاضي شوتو وبارخ وقادش واقصو يا بالتلميدة كدمار ساب أخول من كل خون هونو دنيتاو فغرو دحلو فيكون وحلو ساقية متقصير متهيب حوسو يطحو بوالحاية دلعو لم علمي. هخانو عالكوسو دمزغو من حمرو من مايو بارخ قادش ويا بالتلميدة وكدمار ساب اشتاو من كل خون هونو دنيتاو دمو ديل دياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو ساقية متشد ومتهيب حوسو يطحو بوالحاية دلعو لم علمي. آمين. وبهذا أوصاهم وحدهم قائلا: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب.
فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني، نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تضرع إليك بعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب القابض الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبا ينحدر فيها الروح الحي القدوس منذر الأعالي السماوية، ويحل على هذا القربان آن الموضوع هنا لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا، وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعددنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية، آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما، مار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، مار بولس مطراننا، واعضد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين وتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. بصلوات مار عبدة أعطنا يا رب أن يحمل هذا العيد كل الخير والبركة لهذه الرعية، كما نصلي على نية جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة وعلى جميع المكرسين، وخاصة على نية الأب العام الجديد. أعطنا يا رب عمالاً في كرمك يقيدون شعبك صوب الخلاص، نسألك يا رب. واذكر يا رب البتول القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ومار عبدة والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله،
وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم. أعددنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب. اجعل يا رب ذكراً صالحاً لأبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولجميع موتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. أبد كشتو برغدي شهياً قرب عنا، يا ذبيحاً غافراً قرب ذاته لأبيه، يا حملاً صار لنفسه حبراً مقرباً، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخوراً، فنقربها بك لأبيك. لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزياً في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر برخمور رشكهني، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. باركنا يا رب نحن الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلنا لمراحمك وغفران خطايانا، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير، ونرفع المجد والشكر إليك ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر
واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. إخوتي الأحبة، بالنسبة للمناولة رح يكون في الأب العام وكاهن قدام المذبح وكاهنين بنص الكنيسة. هو الذي
العظيم رحمة وحياة يا خبز الحياة إلهي رجائي نعيمي نعمتي لذتي المبتغات يا خبز الحياة هو الذي أعطاك هو الذي أيضاً وأيضاً ودائماً بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك المحيي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محباً للبشر ارحمنا شعب الله ونسبح يا قديسي نعبد يسوع الرب الفادي هو كنزنا ملك المجد منذ البدء قد أحببتنا بوحيدك قد افتديتنا ماء الحياة قد سقيتنا فلمن سواك تكون حياة نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتنا ولو كنا غير أهل لها لا تخجلنا بخطايانا بل اعددنا وخلصنا برخ مربورش كهني فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد السلام لجميعكم ومع روحك ابسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ وكملهم بفيض بركاتك فنرفع معهم المجد والشكر إليك ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملك صادق الخادم وكل ذبائح الآباء وقربينهم ثم قبلت قربين الرسل والآباء والشهداء والمؤمنين باسمك الذين أرضوك بأعمالهم هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمنا واجعل بها للخطأة غفرانا آمين وللمرضى شفاء آمين ولمنكسري القلوب رجاء آمين وللحزان عزاء آمين وللموت راحة آمين وللأسرى خلاصا آمين وللمسافرين رفيقا آمين وللباعدين مرشدا آمين وللقريبين حافظا آمين ويمين رحمتك تبارك هذه البلاد وهذا الموضع وسكانه المؤمنين باسمك اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة نجهم من التجارب المهلكة ادفع عنهم يا رب ما يؤذي أجسادهم وما يهلك نفوسهم يا رب انصر حكامنا المؤمنين باسمك القدوس اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة
بشفاعة السيدة أم النور ومار يوحنا البتول ومار عبدة وجميع القديسين. آمين. إن شاء الله بينعيد على الجميع. كل عيد وأنتم بخير. عشق الفادي يا بمحبة وغير زيادي متلو نقى الشهادي متلك حب وعلمنا مرعب تصلي عنا يا نور وهادي السابي على راسك مجدو